بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله هنشرح مسائل الفصل السادس Heat and First Law of Thermodynamics. بالنسبة للمسألة رقم واحد بيقول إن أنا عندي Ideal Gas. Ideal Gas ده حصل له Expansion وال PV Diagram بتاعه موضح بالشكل العلاقة ما بين البريشر وما بين الفوليوم. إن الفوليوم كان في الأول كان 1 متر مكعب وبعدين زاد ل2 متر مكعب ودالة البريشر، والبريشر دالة في الفوليوم، البريشر بيساوي ألفا في الفي تربيع. وهنا موضح لي في المسألة إن الألفا بتساوي 5 أتموسفيريك بريشر على المتر 6. بيقول لي how much work is done on the expanding gas، أنا عاوز مقدار work قد إيه. من القانون أنا عندي الورك بيساوي تكامل ال بي دي في، طبعا هشيل البريشر وعوض عنه الفا في تربيع دي في، وهبدا ان انا كامل تكامل عندي الالفا ده كونستانت وتكامل في تربيع في تكعيب على التلاتة، وهبدا ان اعوض بالفي فاينل ناقص الفي انيشال. طبعا هنا نلاحظ ان الالفا 5 أتموسفيريك بريشر، فلازم هضربها في 1 × 10^5 عشان احولها للباسكال او نيوتن على المتر المربع. بعدين هبدأ أعوض عن الفي فاينل ب2 والفي انيشال ب1، هبدأ إن أنا أحسب يطلع عندي الورك 1.18 × 10^6 جول. طبعا الورك هنا بالموجب لأنه حصل له الغاز حصل له اكسبانشن. بالنسبة للمسألة رقم 3 بيقول لي ايديال جاز. الايديال جاز ده موجود في سلندر، سلندر دي لها بيستون، البيستون له حرية الحركة تمام، بحيث ان البريشر بتاع الغاز هيفضل ثابت، يعني العملية هنا ايزوبارم، ان البريشر هنا للغاز كونست. بيقول لي how much work is done on the gas as the temperature of 2/10 mole of the gas، لو temperature زادت من 20 لـ300، يعني انا عاوز الشغل اللي هيتبذل على الغاز دوت بحيث ان مقدار 2/10 مول من الغاز تمام درجة حرارته هتزيد من 20 لـ300 درجة سليزيوس. بما ان العملية اللي عندي ايزوباريك بروسيس، يبقى اذا الورك هيساوي البي في الدلتا في، لان طبعا البريشر كونستانت وتكامل الدي في اللي هو بالدلتا في. طب من الايكويشن اوف ستيت للايديال جاز انا عندي ان البي في الفي بتساوي ال ان ار في التي، بما ان البريشر كونستانت وال ان ار كونستانت، يبقى اذا انا اقدر اشيل البي دي بي في الدلتا في واحط مكانها ان ار في الدلتا تي، وهبدا ان انا اعوض. انا عندي نمبر اوف مولز اللي هو الان 2/10، الار ثابت العام للغازات 8 × 314 ألف، عندي الدلتا تي هنا المفروض في الايكويشن اوف ستيت ان انا بعوض عن التمبريتشر بالكلفن، بس طالما بجيب الفرق ما بين درجتين حراره مش هيفرق معايا هي بالكلفن او بالسيليزيوس، فعوض عادي بالسيليزيوس 300 × 20، يطلع عندي الورك ب 465.6 جول. بالنسبه للمساله رقم 5 بيقول لي انا عندي غاز، الغاز دوت تمام البروسيس بتاعته خلال سايكل، خلال دورة كاملة، يعني هيبدأ من نقطة ويرجع لنفس النقطة. كما موضح عندنا بالشكل ان البروسيس من A راح للB، بعدين من البي للC، بعدين من السي للA. بيقول لي هنا find the net energy transferred to the system by heat during one complete cycle، هو عاوز هنا مقدار الانرجي اللي انتقلت للسيستم في شكل حرارة، عاوز الكيو خلال الدورة الكاملة. المطلوب التاني بيقول لي what if، ماذا لو ان السايكل دي ايه حصل لها ايه ريفرس، يعني لو انعكست، يعني مشي من البي للسي وبعدين من السي للبي وبعدين من البي للاي ووصل تاني عند نقطة الستارت اللي هي الاي. بيقول لك what is the net energy input per cycle by heat، عاوز برضو مقدار الكيو اللي هي الهيت انرجي. في المطلوب الاولاني للسايكليك بروسيس، العملية اللي هي الدورة الكاملة دي، التغير في الانرجي بيساوي زيرو. طيب
من الفيرست لو اوف ثيرموداينامك انا عارف ان الدلتا اي انترنال اللي هو التغير في الانرجي بيساوي الكيو ناقص الورك، وبما انها بزيرو يبقى اذا الكيو الهيت انرجي بتساوي الورك. طب بالنسبه للورك للسايكل الكامله يبقى هو عباره عن الاريا بتاعت الانكلوزد، the area enclosed by the box يعني الاريا بتاعت المثلث اللي عندي ده مقدار الورك. في واحد تاني ممكن يحسب الورك خلال من ال A لل B زائد الورك من ال B لل C زائد الورك من ال C لل A. هي ان انت تجيب الورك هو الاريا بتاعت ال enclosed by the box يعني الاريا داخل المسار المغلق. طب انا لما اجي احسب الاريا داخل المسار المغلق طبعا هو مثلث هيبقى نص طول القاعدة في الارتفاع، القاعدة اللي هي بأربعة والارتفاع ستة، بس هنا نلاحظ ان هي البريشر بالكيلو باسكال فلازم نضرب في 10 اس 3 يطلع لي في الاخر الكيو ب 12 كيلو جول. بالنسبه للمطلوب الثاني هو سهل جدا، بما ان انا جبت الكيو في حاله الفورورد اللي هي 12 كيلو جول، فاذا الكيو في حاله الريفرس هتساوي سالب 12 كيلو جول. ونلاحظ هنا حاجه في حساب الورك، ان طالما المسار بتاعك لما تتحرك عليها تمشي مع عقارب الساعه يبقى اذا الورك هنا بالموجه، اما لو مشيت في عكس عقارب الساعة تلاقي الورك بالسالب. عشان كده في الاولاني طلع الورك عندنا لما حسبنا الاريا الورك عندنا موجب، وفي الحالة التانية طبعا الكيو في الريفرس هتساوي سالب الكيو في الفورورد يبقى هتساوي سالب 12 كيلو جول. بالنسبة للمسألة رقم 7 بيقول لي 1 مول of an ideal gas، ال 1 مول دوت تمام بذل 3000 جول في هيئة ورق ونتس سراوند، لما الغاز حصل له ايه؟ حصل له اكسبانشن ايزوثيرمال. ايزوثيرمال بروسيس اللي هي العملية اللي ات كونستانت تمبريتشر تو ا فاينل بريشر، البريشر النهائي 1 اتموسفيريك والفوليوم كان ب 25 لتر. بيقول لي ديترماين عاوز الانيشال فوليوم حجم الاولاني بتاع الغاز كام، وعاوز التمبريتشر اوف ذا جاز. من الايزوثيرمال بروسيس انا عارف ان الورك بتساوي ان ار في تي لين في فاينل على الفي انيشال. طبعا المعادله دي احنا عاوزين الفي فاي الفي انيشال والتي مش معلومه، بس في امكانيه بما ان التمبريتشر ثابته يبقى اذا ان ار في تي هتساوي البي فاينل في الفي فاينل والبي انيشال في الفي انيشال، بس انا هنا شلتها وعوضت عنها مكانها بالبي فاينل في الفي فاينل لان هي اللي معلومه عندي. طيب مبدا ان انا هقسم الورك على البي فاينل في الفي فاينل وبعدين اخد له الاكسبوننشال يبقى ده هيساوي في فاينل على الفي انيشال. طبعا انا محتاج الفي انيشال يبقى هيساوي الفي فاينل على الاكسبوننشال في اكسبوننشال للورك على البي فاينل في الفي فاينل. طبعا انت عندك هنا الورك بالجول 3000 عادي، البريشر بالاتموسفيرك 1 اتموسفيرك بريشر اللي هو 13000 في 10 اس 5، الفوليوم باللتر هضربه في 10 اس 3. طيب بالنسبه للفي فاينل انا سبتها فوق 25 لتر علشان لما هطلع الفي انيشال من هنا هتبقى وحدته باللتر، اما لو انا حولت دي للمتر المكعب يعني ضربتها في 10 اس 3 يطلع لي الناتج هنا 10 اس 3. والناس تاخد بالها من التحويلات، في ناس بتريح دماغها خالص تحول كل حاجه للفوليوم للمتر المكعب، البريشر لنيوتن على المتر المربع، والورك او الانرجي عامه بالجول سواء ورك او هيت تمام، وتبدا تطلع اليوم بتاعتها عادي، بس لو انت واخد بالك ممكن تشتغل بالطريقه دي برضو. طيب بالنسبه للحاله الثانيه في رقم بي هو عاوز التمبريتشر، بما ان البي في بتساوي ان ار تي يبقى اذا التي هتساوي البي فاينل في البي فاينل على الان في الار، وابدا ان انا اعوض عادي يطلع لي التمبريتشر ب 304.6 كلفن. والناس تلاحظ ان درجة الحرارة الوحدة بتاعتها في الايكويشن اوف ستيت الوحدة بتاعتها بالكلفن. بالنسبة للمسألة رقم 9 بيقول لي 1 مول اوف ان ايديال جاز، طبعا احنا خلال الشابتر ده وخلال بقية الشابتر احنا بنتعامل وشابتر 7 احنا بنتعامل مع الغاز ان هو ايديال جاز. بيقول لي 1 مول اوف ان ايديال جاز انيشيال ات 300 كلفن is cooled at constant volume يعني في الاول عند constant volume تمام حصل له عملية cooling so that the final pressure is one fourth of each of the initial pressure. يعني البريشر
في انتهاء العملية الأولانية بقى ربع البريشر اللي فيها. ماشي. Then the gas expand at constant pressure. بعدين حصل له عملية expansion عند البريشر constant until it reach the initial temperature. لغاية لما وصل درجة حرارته في النهاية بتساوي اللي في البداية اللي هي 300. بيقول لك determine the work done on the lid. عاوز مقدار الورك قد إيه. طيب إحنا في المسألة دي أسهل حاجة طالما في عندك عمليتين ارسم الـ PV diagram هتريح نفسك. من الرسمة اللي عندنا هو كان الأول عند النقطة رقم واحد، بعدين عند كونستنت فوليوم عشان كده رسمته خط رأسي، وصل للنقطة رقم اتنين، ده كده البروسيس ايه. طيب من النقطة رقم اتنين وصل النقطة التلاتة ايزو بارك عند كونستنت بريشر عشان كده رسمت الخط أفقي. طب رسمته في اتجاه زيادة الفوليوم ليه؟ لأنه حصل له اكسبانشن. تمام. طيب أول حاجة أنا عاوز أجيب الورك، الورك هيساوي الورك في البروسيس A زائد الورك في البروسيس B. طبعا في البروسيس A الورك سهل جدا ان هو بزيرو لانه ايزوبلومتريك الفوليوم ثابت، يعني الورك بزيرو. طب في البروسيس B دوت ايزوباريك، يعني بيساوي البريشر في الدلتا دي اللي هي نفسها بتساوي ال NR في الدلتا دي. طب انا حولتها هنا ليه ال NR في الدلتا دي؟ لان انا عندي التمبريتشر اللي في الاخر اللي هي T 3 بتساوي T 1 بتساوي 300، فبس اجيب الـ T2 ويبقى عندي ايه؟ واقدر اجيب الورك ببساطة. طيب في البروسيس ايه بيقول لي ايزوفوليومتريك، يعني ايه ايزوفوليومتريك؟ يعني انت عندك الفوليوم ثابت يبقى الـ B بتتناسب طاردي مع T، ده من الايكويشن اوف ستيت للايديال جاز. يبقى اذا الـ B 1 على الـ B 2 بتساوي الـ T 1 على الـ T 2، ومن هنا اقدر اجيب الـ T 2 اللي هي ب 75 كلفن. يبقى اذا انا عندي التي 2 والتي 3 معايا، والان نمبر اوف مولز دايما بيذكره في اول المساله فالناس تاخد بالها منه، يبقى الان بواحد والار ده ثابت. يبقى اذا هعوض هجيب الورك بواحد وسبعة وتمانين من 100 كيلو جول، وده طبعا حاجه منطقيه ان هو طالع لي بالموجب لان الغاز حصل له اكسبانشن. شكرا.